بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله اخر يوم رمضان، كل عام وانتم بألف خير وبصحة وسعادة وهنا يا رب، ونعاد علينا وعليكم الايام بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل فطار حاجة بسيطة جدا وان شاء الله هيعجبكم، فطار اخر يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض السمان. هنعمل النهاردة السمان بطريقة جميلة جدا هتعجبكم، طريقة سهلة وبسيطة جدا باذن الله هتعجبكم. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي معايا السمان بتاعنا غسلينه كويس جدا ومنظفينه ونقعاه في خل وليمون، وزي ما انتم شايفين زي الفل غسلناه كويس جدا. معايا بصلتين كبار هنبتدي نقطعهم تقطيعة كبيرة كده، وفركناهم بملح وبهارات محاولة وحشينا السمان بتاعنا، وزي ما انت شايفين حطنا مستكة وحبهان ونزلنا بالسمان بتاعنا وهنبتدي نشوحه. هنشوحه تشويحه كده بالمستكة والحبهان ورق لورا، ومعانا برضو بصل مفروم نزلناه برضو عليه وهنبتدي نشوحه تشويحة حلوة كده، ونبتدي ننزل بالملح بتاعنا حسب الرغبة. طبعا الملح حسب الرغبة، حبة تزودي ماشي، حبة تقللي برضو عادي مفيش مشكلة. ومعانا معلقة فلفل اسمر برضو، وهنسيب السمان بتاعنا حوالي 3 دقايق كده، وبعد كده ننزل بالمية بتاعتنا. ومعانا البطاطس بتاعتنا هنا يا حبايبي، عملناها ني في ني كده على السريع. معانا البطاطس وبصل طرنشات، ومعانا الطماطم مفرمه فيها فصين توم، ومعانا البهارات بتاعتنا السبع بهارات، وهنبتدي برضو نقلبهم كده تقليبه. ومعانا برضو شبت وبقدونس، هنحط عليهم برضو شبت وبقدونس. ومعانا هنا على السريع دخلنا برضو معانا كيس مكرونه، قلت اعمل جنبهم بقى شويه مكرونه كده على السريع. شايفين يا بنات السمان بتاعنا اتسلق اهو، هنطلعه ونبتدي برضو نحمره. ومعايا هنا برضو كنافة، قلنا نعمل صينية كنافة على السريع كده، نزلنا بالمكسرات والسمنة، ومعانا نص كوباية سكر بودر. سكر بودر جميل يا بنات، بظبط لكم الكنافة بيبقى شكلها جميل وبتبقى متماسكة وجميلة جدا. فركناها زي ما انتوا شايفين كده وعملناها، هندخلها الفرن على السريع. انا عملت الكنافة معاكم طبعا كم مرة، ودخلنا على الرز بقى، قلنا يا دوبك المغرب قرب يأذن، هنعمل الرز بتاعنا رز بالشعرية. هنبتدي نحمر الشعرية بتاعتنا كده، عايزينها تبقى حمرة خفيفة كده، وزي ما انتوا شايفين حمرنا السمان بتاعنا. والفيديو النهاردة بسيط جدا وسهل جدا، وكل عام وانتوا بخير وينعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. والكنافة بتاعتنا طلعت برضو من الفرن اهيا. بس حبايب قلبي مسمر بقى، ما تنسناش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة حبايب قلبي واخواتي. وبشكركم جدا جدا انك وصلتون ال10,000 مشترك قناة. بسم الله ما شاء الله الحمد لله وصلنا ال10,000، والف شكر لكم يا حبايب قلبي. وده كان فطرنا النهاردة السمان بالمرتة، طريقة سهلة وبسيطة جدا. وعملنا المكرونة، عملنا رز بشعرية، وعملنا بطاطس ني، وزي ما انت شايفين السمان بتاعنا حاجة كده عسل عسل. وده كان فطرنا النهاردة، وده افطرنا على السريع كده. قلنا بقى نصور معاكم اخر يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. وحبايب قلب مسمر ما تنسوناش بقى تحطوا لايك، اللايك ببلاش يا بنات، البنات اللي بتكسل بتشوف الفيديو وبتنسى تحطي لي اللايك، اللايك بيرفع لي الفيديو وبخلي حبايبنا كلهم يشوفوا الفيديو بتاعنا. وده كان فطارنا النهارده سهل وبسيط جدا. السمان طبعا عملناه بالمرته، السمان نقعناه كويس وقطعنا البصل وشوحناه، عملناه مرته بصل وحشينا السمان بتاعنا بكل سهوله. والمكرونه طبعا سلقناها وعملنا لها الصلصه بتاعتها، طبعا بصله كبيره وحمرناها لما تبقى صفره خفيفه كده، وبعد كده نزلنا بالطماطم والبهارات بتاعتها وسبكناها كويس لما يبقى القوام مطلوب. وبعد كده نزلنا بالمكرونه والبطاطس بتاعتنا، عملناها ني في ني. يعني ايه ني في ني يا ام سمر؟ قطعنا البطاطس وقطعنا برضو طرنشات بصل، ونزلنا بالطماطم بالثوم مفرومين مع بعض، وبعد كده نزلنا بالشبت والبقدونس وغطينا عليهم مستوى. ورز بالشعريه طبعا سهل وبسيط جدا وعملناه مع بعض كم مره. وده كان الفطار بتاعنا النهارده. والكنافه برضو عملنا صينيه كنافه على السريع، انا عملتها معاكم قبل كده على القناه، موجوده عندكم اللي يحب يعرف الطريقه برضو. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسناش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.